سمولة، عايز ايه؟ عايز اشوف ابني ضنايا وريثي الشرعي، ابني اللي ترجيته من الدنيا، شحاته بعد ما كل الدكاتره قالوا لي انت مش هتكلف يا زموله، انت مش هتكلف يا زموله. قلت لهم بتزعقوا ليه؟ وانا مش هخلف وبتزعقوا؟ وروحت قعدت ازعق فوق زعقهم، انا هخلف يا زموله، انا هخلف يا زموله. وتعبت ذاكرت سهرت ونمت ندمت، ربنا رزقني بعنطوره. عنطوره يا ابن سموله كان حته لحمه حمرا كده. قلت لهم لا لا، لما يكبر، لما يكبر. كان نفسي يكبر ويسندني، يقفل باب الميكروباص، يفتح باب الميكروباص، يبوظ الميكروباص، اديله بالقلم واقول له ادي يا ابن الكلب انا سارقه. وضحك ضحك من القلب يا عم عادل. انت فاكر يعني الكلام اللي انت بتقوله ده يعني هيأثر فيا يا ابني ولا يهز شعره مني؟ انت هزك هاد الكلام ده؟ لا يا دول، مفيش حاجه تهزت. هو في زلزال؟ زلزال ايه؟ امال انا ليه كنت مهزوز وانا بحكي؟ ده انا كنت هنموت يا عم عادل. ده انا امبارح بسمع اغنيه عدويه الصح الدحم بو ادي الواد لابوه، رحت عملت كده. قلت له معاه فينه؟ ما حطوليش حاجه في ايدي يا عم عادل. كملوا الاغنيه، شيلوا الواد من الارض، الواد عطشان يسوق. ما تشيل الواد من الارض يا عم عادل. يعني انت اللي مقصر معاك كله انك انت بتسمع احمد عدويه الصح الدحيم بو؟ بلاش يا سيدي احمد عدويه، اسمع يا سيدي محمد منير مثلا، قمرين. مش هسمع انا غير الواد ده ابني بتصوم. وانا اتاكدت بنفسي، عملت تحليل ال سي دي، قالوا لي ابنك سموله، ده ابنك سموله. هم كلهم بيزعقوا لك ولا ايه؟ يا عم عادل انا عامل دلوقتي حساب العيش والملح اللي ما اكلتوش عندكم. ما اكلتوش عندنا؟ امال البط والفراخ واللحمه والحمام اللي انت طفحتهم دول ايه؟ ايه ده يا دول؟ هو انتوا عندكم الكائنات دي في البيت؟ وما قلتش. مش وقتك خالص، بص ما تهيفش الموقف. المهم واد مش هتشوف عنتر ولا هتقرب من البيت ولا تشوفه ولا تقرب له. بص يا عم عادل، انتوا كده جبتوا نهاد الخط معايا، انا للفرده الاخيره بحذرك، انا عايز اشوف ابني. ابنك مش هتشوفه يا سموله، مش هتشوفه يا سموله. عايز تشوف الواد؟ رجع مراتك تاني، الاتنين مع بعض باكج يا سموله. شوف يا عم رمزي. ايه؟ شوف انا ما غلطتش يا عم رمزي، بيغلط فيا. يا ابني انا غلطت في ايه دلوقتي؟ انت بتقول لي باكج. هو يا باكج دي شيمه يعني؟ ما انت مستغل بقى ان انا بقى جاهل ومش متعلم. لا يا عم عادل، انا طالع من سته ابتدائي بالضرب، كنت قافش في التخت كده وقالوا لي انت مش هتكمل يا سموله، مش هتكمل يا سموله. قلت لهم هكمل. يا سلام، ده انت كل الناس بتهزقك يا ابني. باكج دي مش شتيم. دي الشيمه ده رمزي؟ لا شتيم. بص عليك ليه؟ ولا حته؟ على عيني يا استاذ عادل. حاضر. تعالى، انت بتعرف انجليزي هات؟ ده قشره عمري يا استاذ عادل. حمد الانجليزي ومصطفى الفرنساوي والسيكو العربي، كل قول لهم حته الاهواجي بس. يا ابني انجليزي مش صيع اللي انت تعرفهم، انجليزي لغه. تعرف لغه؟ استاذ عادل دي اللغه الام يا استاذ عادل. لا طبعا اعرف انجليزي، اما كنت في السكول قطعت من كيش التوب. طيب باكج دي شتيمه؟ انت قلت له باكج يا استاذ عادل؟ اه. ليه يا استاذ عادل كده؟ طيب تغلط فيه الراجل كده يا استاذ عادل كده قدام الناس؟ شتيمه يا صاحبي. يلا يلا يا ده حته. طب ما تترجمها بنجاح يا استاذ عادل. بص اللي انت عايز تعمله اعمله، شتيمه مش شتيمه اللي انت عايز تعمله اعمله. طلعت شتيمه، طلعت شتيمه اهي. طلعت شتيمه ماشي، عايز تعمل ايه؟ انا مش هسيبك يا عم عادل. هتعمل ايه يعني؟ استنى بس يا دوله بقى، انت ليه هتنرفز نفسك؟ ده يتشتم، ده هو ده حقه يتشتم. يا باكج يا ابن الباكج. ماشي يا رمزي ماشي، اتحمي في استاذ عادل وفي القهوه اللي انت قاعد عليها. بس انا بقى هصطادك في الموقف وانت بتلعب مع العيال الصبح، واربطك في العربيه وافرغ في وشك الجاكمان. لا بس يا صاموله من حقه برضه يشوف ابنه. خفت ولا ايه يا رمزي؟ بس ده ابنه يعني، يعني في مقام ابن خالته والخال والد. يا نهار اسوح. ولا امشي يا، امشي يا سموله. انا مش همشي يا عم عادل، انا عايز اقول لك حاجه قبل ما امشي. انا القانون في صفي، قانون رؤيه عندر في صفي، والقانون هياخد مجراه، ومجراه هياخد حقي، وحقي هيجيلي، وهيجيلي هاخده، وهشوف عنتر، شوف ابن صاحب سموله، عنتر ابن سموله، وهثبت العالم كله ان عنتر ابن سموله. ايه يا عم عادل؟ دولا هو الواد ده مجنون؟ مجنون طبعا. طب هو يقصد بقى عنتر ابن شندات؟ بيبي،
بصي يا حبيبي، انا بعد التفكير وتعمق متعمق في الفكره اكتشفت ان اخر صموله ده انه هياخد حكم برؤيه ابنه 3 ايام في الاسبوع. 3 ايام ايه بس يا رانيا؟ كتير جدا 3 ايام. انا اساسا مش طايقه دقيقتين، لا ينفع 3 ايام ولا ينفع يومين ولا ينفع اي حاجه من دي. وبعدين هيجي عندنا هيقعد بقى بالشحم بتاعه ده على الانتريه الجديد اللي احنا منجدينه. لا، وانت لازم تبقى عارف ان انت مضطر تستضيفه عندنا هنا ساعتين كل مره. انا مش طايقه دقيقه واحده، مش طايقه يا رانيا، بقول لك دقيقه واحده انا مش طايقه اشوف قلقته. معلش يا بيبي استحمل شويه، اقول لك على حل تاني. بلاش خالص تستضيفه في البيت الساعتين دول، خده مثلا يشوف ابنه في اي جنينه عامه، في اي ريستوران، في اي كافيه، اعزمه على حاجه كده يعني. ريستوران وكافيه ده هيفهم في ريستوران وكافيه اخره جنينه، بس مين هيدفع يعني الحساب يا بيبي؟ طبعا يعني ما هو مع المشاعر الابويه الجياشه وفكره العواطف اكيد انت اللي هتدفع. انا كمان اللي هدفع. استني يا رمزي، ايه بتقول؟ ايه يا مرحب يا ابو الصواميل. الصواميل دي قصدك عليا انا؟ ايوه زي ابو الرماميس كده. حلو يا عمر، حلو ابو الرماميس. تشرب ايه بقى؟ لا مش هشرب حاجه، انا جاي بس هم بقين هقولهم لعديلي واتحرك. ازاي ما انت عندك بق واحد اهو؟ فين هنقولهم؟ هنقولهم لعدي. ايه يا عم ابو الرماميس؟ لا لا بس لازم تشرب حاجه، انت اول مره تيجي في البازار بتاعي ده كله. مش هنقدر نشرب حاجه، هم البقين هنقولهم عديله واتحرك. لا برضو لازم اعمل معاك الواجب. ها تشرب ايه؟ الواجب انك تسيبني عشان اركز في البقين يا عم رمزي. يا سيدي مفيش مشكله، وانت بتشرب يبقى ركز في البقين. ها تشرب ايه؟ يعني لو مصر شويه شاي كده في الميزو سكر بره. منور ابو الصواميل. حلو هو ابو الصواميل دي. خير؟ لا ما انا مش هشرب حاجه جنب الشاي. مستني ايه؟ لا ما انا مستني بقى الفلوس اللي هتشرب بيها الشاي. يأجلك على هنا؟ انت اللي هتدفع عالي بقى. يعني انا هدفع الشاي اللي انا مش عايز اشربه؟ اصل انا مش معايا فلوس يعني. معلش يا عم رمزي ما تعزمش بقلب بقى. وانا بقى مش هتعزمني على حاجه؟ هم بقين هقولهم لعديلي واتحرك. ماشي نشربهم وانت بتقول البقين. ماشي يا عم، غريب يا عم. ماشي خد يا عم رمزي. خلي بالك من بازار، ها لو حد عايز يشتري حاجه قول له مش عندنا. تعال تعال تعال. فين رايح؟ فين رايح؟ اجيب بقى مشاريب يا دوله هنشربها انا وصامول. صامول؟ ودي رشوه اللي معاك دي ولا ايه؟ لا ده شاي وكوكتيل يعني هشربه. تشرب حاجه؟ تشرب شاي صح؟ صامولة دوله عايز يشرب شاي. انا مش عايز اشرب حاجه. يلا 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 تكل على الله. اهلا. خير؟ عايز ايه؟ لا انا طلبت شاي. انت قعدت مع رمزي اتعلمت منه الغباوه يعني. بقول لك عايز ايه عشان كده جيت لي يعني. انا رحت المحكمه وقابلت القاضي وحكيت له قصتي واتهز من جواه، قال لي خد ده صموله. رحت له راح اداني شوكولاتايه وراح قال لي ما تزعلش يا صموله حبيبي دي غاليه عشان انا مصدقك، واداني حكم برؤيه عنتر. القاضي اداك شوكولاتايه وقال لك دي غاليه؟ حكم يعني. طيب انا مالي؟ مالك ازاي؟ ما انت حمايه وحاضن الواد. انا لا انا حماك ولا عمري حضنت الواد، الواد ده اساسا ارخم منك. ماشي يا عم عادل براحتك يا عديلي، انا صنت العيش والملح، ما رضيتش اجيب معايا امين شرطه تنفيذ احكام ويسحلوك ويحلقوا لك قرعه ونفذوا عليك الحكم. حكم ايه يا عم؟ واحنا بنلعب الشايب. طب انا شايب انك تنفذ حكم المحكمه واشوف ابن 24 ساعه في اليوم 7 ايام في الاسبوع 3 ايام كل يوم. ده خيال علمي اللي انت بتتكلم فيه ده. اولا القانون بيقول ان بالكتير ليك ساعتين كل اسبوع. ده القانون القديم، لكن الايجار الجديد ما بيقولش كده. انا عايز اشوف ابن عم عادل، عايز اشوف ابن عم عادل، وبعدين انا معايا حكم بالمحكمه. السلام عليكم. انا الفلوس اللي انا خدتها من صامولة ما جابتليش غير واحد كوكتيل ليا يعني. تشرب ايه صامولة؟ انا عايز اشوف ابني. وعلى السيد عادل سعيد الحاضر للطفل القاصر عنتر صامولة عنتر
تنفيذ حكم المحكمة الصادر بتمكين رؤية صامولة لابنه عنتر في أي مكان، صحرا كان أو بستان. يعني إيه؟ كده بقى يعني ممكن ينطلنا في أي وقت عشان يشوف الولد. عادل ارفع عليه قضية أنت كمان. أولا لا ها؟ برافو يا عنتي، ارفع عليه قضية عدم تمكين للرؤية الشرعية. أنا محدش يرفع عليا على أبويا، هي رؤية العيد ولا إيه؟ عادل صامولة ده مش المفروض تسكت له أبدا. أجل له 15 بلطجي مدفوعين الأجر واضربوا حتة علقة سخنة عشان يتعلم يحترمك. لا لا لا، بقول لك ايه يا ابله سناء، ما تنسيش برضو ده مهما كان يبقى ابو عنتر ابني. اخرسي، ايه البلدان اللي بقيتي فيها دي؟ يا بابا مش انا قلت لك بس من الاول انه بابا لازم يشوفه دايما؟ وبعدين هو انت يعني لازم تستنى لغايه لما الموضوع يبقى غصب عنك؟ بنت ياسمين ما تسخننيش، انا ممكن ما نفذش حكم المحكمه واتحبس. امال هتعمل ايه يا بيبي اذا كان الحكم واجب التنفيذ الفوري السريع؟ ها انا هتصرف. وعلى عيني حاضر. انت العب هنا انا العب، دي بتاعتي ودي بتاعتك. حاضر. استنى استنى. الو الواد صامولة، الواد صامولة اقول له ايه؟ هات التليفون، هات التليفون. حاضر حاضر. قفلت ليه؟ انت بتقول لي هات التليفون؟ هات التليفون مفتوح. العب لك عقبال ما اتكلم. لا ما تلعبش ما تلعبش. العب لك. لا مش هغش. الو يا صامولة، اخبارك ايه يا سيدي؟ ما انا خدت الواد عنتر وطلعنا على الجنينه اللي في اول فيصل زي ما اتفقنا. الواد يا سيدي قال لي عايز يروح الحديقه بتاعه الطفل اللي في مدينه ناصر، فاحنا دلوقتي في مدينه ناصر. في مدينه ناصر. تعال لنا على هناك، يلا مستنيين. سلام. استنى استنى، دول في فايبريشن. الو مين؟ الواد صامولة، الواد صامولة. ما تقفلش ما تقفلش التليفون، هات. ماشي اهو اهو معايا، بس بسرعه يا دول بسرعه. الو العب لك مش هغش. الو يا صامولة، لا اصل الواد ابنك قال انا عايز اكل حمصيه وسمسميه. حمصيه وسمسميه اخدته على طنطا، احنا دلوقتي في طنطا وهو قاعد بيقرمش فيها. تعال لنا على طنطا. دول هو ايه ده؟ ده عسكري. دول هو مفيش ضباط في الشطرنج؟ لا الضباط في القسم. بيعملوا ايه دول في القسم؟ مستنيينك يا رمزي. الو يا صامولة. لا انت ايه اللي وداك يا ابني طنطا يا ابني؟ لا احنا عم رحنا، فالواد ابنك قال انا نفسي اكل سمك مكرونه، فروحنا بقى ايه في الحلقه اللي هي بتاعه السمك اللي في اسكندريه. احنا دلوقتي في نص الحلقه، تعالى بقى بسرعه قبل ما الحلقه تخلص. ده ايه ده؟ دول ده الحصان. انا عايز العب بقى دول. كفايه لعب بقى النهارده، تعبنا تعبنا لعب النهارده. تيجي نلعب كره بره؟ ايه يا صامولة؟ ايه مالك يا ابني؟ شكلك كانك مضروب ليه؟ يا ريتني اتضربت، خدت بوكسين في وشي ولا دوخت ولا وقعت. لما الف الكره الارضيه كلها ليه؟ اسكندريه رحت، اسوار رحت، مرسي مطروح رحت، ونزلت الميه ودورت على ابني، غيرت 8 صفايح جاز، وشربت 9 كنز، وجبت علبتين سجاير وتفضل 2 جنيه، جبت بيهم كراميلا. كراميلا خلصت، انا عايز اشوف ابني. بص بقى، عايز تشوف ابنك؟ هتشوفه بالمواصفات اللي احنا بنقول عليها في المكان اللي انا حدده. لا! انا هشوف ابني وهشوفه في الحته اللي انا عايزها.